المجلس النهارده الحقيقه فعلا جلسه كلها كانت قويه، مش بس في الحديث او في طلبات الاحاطه التي كانت مقدمه من الساده النواب لوزير التموين، لكن انا كمان عايزك تشوف، ويمكن انا خلال اليومين اللي فاتوا الحقيقه اثنيت على معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وكان ثنائي قائما على ملاحظاته الدائمة، تلاحمه المستمر مع القضايا اليومية وما يدور بخلد كل المواطنين المصريين، وطبعا بلغته وقوته اللغوية الرائعة. النهاردة كان في حاجة تانية بقى، وده برضو علشان الناس تنتبه، مجلس النواب المصري يتحدث بلسان حال المصريين. يا سادة يا كرام، نواب المجلس هم لسان حضراتكم، وهم دفتر أحوال حضراتكم، وهم اللي هيدافعوا عن كل ما يحدث لحضراتكم في أي شيء تحت أي ظرف من الظروف. دي شغلانة مجلس النواب. بعض الناس تيجي تقول لك أصل المجلس ما بيقولش، أصل النواب ما بيعملوش، أصل النواب بيوافقوا على طول. النواب مين اللي بيوافقوا؟ دي تاني مرة مع وزير التموين. ولو عدت لك الوزراء اللي جم وكان منصب عليهم جام الغضب من نواب المجلس وبجلسات موثقة، المضابط موجودة والفيديوهات موجودة يعني، وعلى اليوتيوب وعلى انستجرام وعلى تيك توك وهكذا، تمام؟ فالمسألة حتى ما بين ايديك. لكن النهاردة كان سجالا جديدا الحقيقة، وكان اللافت للنظر فيه ان هو ما بين بقى رئيس مجلس النواب المصري بنفسه سيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو كان الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، فهو رجل الدستور مش بس رجل المجلس النيابي، ومع معالي وزير العدل المستشار عمر مروان. طيب مستشار عمر مروان طلب كلمة لعقب الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. معالي وزير العدل قال بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون إنه ليس هناك عيبا في الخلاف، خلاص كده. فعلق رئيس المجلس قائلا، قال ايه بقى؟ السلطة والسيادة للشعب، وحينما يتم التصويت فلم يعد هناك خلاف، وهذا أمر غير مقبول. اسمع بنفسك. تفضل سيادة الوزير. علما بأنه تم التصويت، لا نرجع إلى الخلف، كلمتك لا تنصرف إلى القانون الذي وافق عليه المجلس نهائيا. أنا بس يا فندم الأول بشكر سيادتك والمجلس الموقر على سرعة الاستجابة للتعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكن عايز أوضح حاجة، إن إحنا في مجال العلوم الإنسانية لما بنتناقش دي فيها أخذ ورد كتير غير العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية 1+1=2، أما في العلوم الإنسانية ومنها التشريعات والقوانين ومنها الآداب ومنها ومنها ومنها، فدي بيبقى فيها دايماً وجهات نظر، الاختلاف في وجهات النظر ليس عيباً. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن إحنا دايماً نستفيد من المجلس الموقر. إحنا لما بنجيب وجهة نظر الحكومة، ما هو المجلس الموقر بيبقى له وجهات نظر عملية وعلمية وخبرات متراكمة، هنا بيحصل التكامل حتى يخرج مشروع القانون في أفضل صورة له، ولا ندعي أن الحكومة هي التي تحتكر الحقيقة أو المجلس هو الذي يحتكر الحقيقة، إحنا بنتعاون ونتكامل حتى يخرج منتج يلائم وضع جمهورية مصر العربية وتاريخها التشريعي والقضائي العريق. فبالتالي لما يبقى في اختلاف وجهات نظر ده ليس عيبا على الإطلاق. ليس خلافا مع الوزير من فضلك، لا، السلطة والسيادة للشعب وهؤلاء ممثلي الشعب، حين يتم التصويت فلا يوجد خلاف. لا 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 لا، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول من وزير سياسي مثل سيادتك. هل قرأت الدستور؟ حين يصوت النواب نهائيا لا تقول خلافا في الرأي، ليس هذا خلافا. أرجوك أرجوك سيادة الوزير، لا، هناك مسلمات لا تحتمل التأويل. أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقد يتعين احترامها من الجميع، وهو ما سلكنا سبيله. يا فندم قبل موافقة
قبل موافقه مجلس النواب الموقر طبعا في مجال للاخذ والرد، لكن بعد الموافقه مفيش مجال، ما الكلمه الاولى والاخيره للمجلس بالزبط. لكن قبل الموافقه بيبقى في مجال للاخذ والرد، وده وضع طبيعي. وقد اخذنا وردينا بما فيه الكفايه، اخذنا وردينا بما فيه الكفايه، وما تم التصويت عليه فلا رجعه فيه ولا يحق وصفه بخلاف. انا لن اكرر طبعا الجمله اللي قالها معالي المستشار حنيف جبالي لمعالي الوزير وزير العدل مستشار عمر مروان حول هل قرات الدستور. ليه لن اكررها؟ لانها حق لرئيس المجلس وليست حق للمذيع انه يتكلم في مساله يعني هل قرات الدستور. خلي بالك هل قرات الدستور هنا لم تاتي بغرض التهكم تحت اي ظرف من الظروف، هل عشان انا عارف الناس بتفكر ازاي. هل قرات الدستور هنا معناها ارجوك العوده للدستور، لان المجلس مجلس الموقر لو مجلس النواب هو سيد قراره انه ما يتم التصويت عليه لم يعد فيه اي خلاف، فلم يعد مشروعا لقانون وانما صار قانونا يذهب او يرسل الى رئاسه الجمهوريه للمصادقه عليه فينشر في الجريده الرسميه فيتم العمل به فورا. مجلس النواب رفض مقترح الحكومة بأخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط.